شيخ حفظك الله، ما رأيك في تنظيم أو تحديد النسل؟ رأيي أن ذلك ليس إلى الإنسان، بل هو إلى الله عز وجل. فأما تحديد النسل بمعنى أن الإنسان يستعمل حين يولد له عدد معين من الأولاد، يستعمل ما يقطع الحمل نهائيا، فهذا حرام، نص عليه أهل العلم. وأما ما يسمى بالتنظيم فهذا إن دعت الحاجة إليه، مثل أن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة لا تحمل الحمل، فهذا تعطى ما يمنع الحمل في وقته في حينه، ويختلف باختلاف النساء وباختلاف حال المرأة نفسها أيضا. قد تكون في سنة من السنوات قادرة على الحمل بسهولة وبدون مرض وبدون ضرر، وقد تكون بالعكس. ثم إننا نقول لمن أراد أو ادعى التنظيم، هل الأمر بيدك بالنسبة للموجودين أن يبقى أحياء؟ كل أحد يقول لا، ربما تصيبهم مصيبة تقضي عليهم جميعا في سنة واحدة، فأين التنظيم؟ ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث الأمة على تزوج الودود الولود، أي كثير الولادة، لأجل تكثير نسل الأمة الإسلامية. وكثرة النسل وكثرة الأمة لا شك أنه من عزتها وقوتها.